السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. عندنا اليوم تحديات اللي هي تحديات الأسبوع تبع فورزا، اللي هي فيها اليوم أو الأسبوع هذا موجود فيها الكامري والليكسز، طبعا تويوتا الكامري 2023 والليكسز الاس 521 الموديل. طيب عندنا أنا طبعا أنا حليت التحديات اللي هي وصلتها ل 35 نقطة وطلعت منها الكامري، حليت هذه طبعا هذه عن طريق الانترنت، تدخل على الناس مو بالناس، تضغط على هذه وبعدين بيدخلك على اللعب وبيدخلك على ناس مجموعة تلعب ضد اللي هو الأوفلاين، يعني انتم خمسة وهم خمسة وتلعبون بس لازم تفوزون، وهذه انت لحالك تقدر تلعبها وتفوز فيها طبيعي، فهذه يعني ما يحتاج عليها شرح، بس تضغط اكس عليها ونتك سريع وامورك طيبة. هذه وهذا برضو السباق، وهذا برضو السباق، وهذا السباق، هذا السباق برضو عن طريق الأونلاين تلعب مع مجموعة، وهذه سهلات اللي هي هذه ما يحتاج إني أشرح عليها، بتكون سهلات لكم. طيب عندنا اللي هو اللي هي التحدي هذا، هذا وش يقول لك يا طويل العمر السلامة؟ نروح نأخذ السيارة اللي هي جان جي تي اس، تمام 2014. طيب ويلكم باك شاي، اخذها. طبعا هذه الكامري طلعناها، سويت بعض التعديلات، شليت الجناح السبورت وركبت الجنوط هذه، حطيتها تطويله يعني زين داخلية، والله ممتازة ان شاء الله نضبط عليها وزنية اجولة. لا طيب خلنا نشوف اللي هو نروح للسيارات عشان ناخذ السيارة المطلوبة، خليني اتأكد هي عندي ولا لا. طبعا من شركة HSV، لا هذه كوميديا، هذه خلينا نشوف هو بيحسبها عليها هذه ولا لا. كني باللومينا يا شيخ. طيب ما حسبها لنا، تعال هنا، اوكي تعال هنا، شفت ما حسبها لنا، نحتاج اللي هو نروح نشتريها. ايوه هذه هذه اللي مطلوبة. طيب خلنا نشتريها، وش اللون اللي يناسب لك؟ خلا كذا مميز، خلا برتقالي، 75,000 وش ذا؟ طبعا خلاص اشتريناها الحين، الحين اطلع من الجراج، لا تعدل على شيء، خلها زي ما هي، كيف تبي تعدل انت عادي عدل ان شاء الله. اوكي ايوه حلو، دام اطلع لك الاتش هذا يعني امورك طيب. طيب الحين هذا يقول لك طول عمر السلامة، اوكي خلنا نشوف، هذا يقول لك العب سباق. لحظة تعال هنا، تعال شوف لك السباق اللي هو هذا. لحظة لا كأنه يقول السباقات اللي هي هذه او مخط واحد،
روح بلا رده. يلا تعال نلعب هذا السباق. ما شاء الله اجواء مطر. طيب بسم الله نبدأ السباق. لازم تختار نفس السيارة طبعا، لا تجيب العيد وتختار غيرها. خلصنا السباق الحين. خلنا نتأكد أول شيء عشان تشوف النقطة، عديت النقطة الثانية ولا ما عديتها؟ أي مزبوط، النقطة الأولى والنقطة الثانية حلوين. طيب الحين هذا يقول لك اللي هو سبيد زون، يبغى له 6 نجمات إن شاء الله نقدر عليها. طيب طلع بست نجمات، يعني تعال هذا سبيد زون. هذا 145. تعال تعال اقل واحد. كم هذا؟ كم هل تستطيع؟ 135. هذا شيء ما انصحكم فيه. لا هذا حق سرعة. وهذا 200. لا 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 ب200 نحش منه. تعال هنا، نبدأ من هنا، نبدأ من هنا. يلا إن شاء الله بإذن الله من أول محاولة. الحين خلصنا بعد ما تاخذ 6 نجمات، يعني رايح جاي رايح جاي على ما تاخذ على ما يحسب لك التحدي هذا. تمام. طيب الحين مطلوب انك اوكي ستات اوفر 170. اوكي اوكي طيب تمام التمام. وشد العزم يا شيخ، اضرب طبالينا. طبعا هذا يدوس، خلينا توصل 170 بيحسب لك على طول. بما ان احنا هنا حق الدوس هذا الشارع، تعال هنا شوف دقيقة في التحدي اللي هو هذا، اللي هو هذا اللي انك تشطف توقع 5 سيارات. خلنا نشوف ممكن ينحل معنا. Thank you.
شوف 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 خلينا نشوف الحين. شوف في تحديين اتوقع اني خلصتها. يا سلام هذا خلصنا، واللي هو هذا انك تشطف السيارات. شوف اللي هو هذا انك تشطف السيارات، 5 سيارات تشطفها يعني تشطفها مستمر يعني تكون. طيب خلصنا التحديات هذه، هذه زي ما قلت لكم انت يعني ما يحتاج لها شرح. هذه خلينا نجي عند هذه التصوير الاشياء المهمه. عندنا يقول لك اللي هي السياره هذه اللي هي الفورد الفوكس هذه. اللي هذه السيارة ان شاء الله انها موجودة عندنا. تعال هنا روح عند فورد. فورد 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 اوكي حبيبين. تعال شوفها هذه اللي هي هذه فيه اللي هي الاس ار نفس هذه بالضبط. طيب تا 17 ايوه هذه تا خذ هذه. حلو اخترناها. الحين تروح وين؟ تيجي يا طويل العمر السلامة عند اللي هي تعال هنا. شوف كيف التصوير هنا. ايوه اعطى خلاص الصورة هنا. حلو والله مكانه خايس تصوير بس يلا ما عليه. لا ما نبغى السيف. طيب الحين خلصنا اللي هو سوي مربع هنا. تعال خلصنا هذا التحدي، الحين نجي عند التحدي هذا. اوكي هذا شو يقول لك؟ تعال اللي هو روح خريطة. تعال خريطة وروح عند السباق اللي هو هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله عفسه الخريطة عفسه مرة. قفل الدنيا كلها خل هذا مفتوح. ايوه تعال وين؟ اتوقع في المدينة هو. ايوه هنا تعال هنا. انا جيت هنا مكان اللي هو هنا على طول، ترى عادي ما تدخل السباق اللي انا قلت عنه، لكن انا حدت على شيء شفته هذا بس صدمها. هذا مع شاشة الجوال. مكانها هنا مكانها عند السباق هذا الأخضر. حلوين نرجع بالخريطة كذا ونجي وين؟ عند اللي هي التحديات. الحمد لله بشركم طلعنا اللكزز وطلعنا الكامري مبروك علينا. كلها حليناها. هذا التحديات زي ما قلت لك انك تخلص الأسهل. ابدأ بالأسهل. ابدأ بالأسهل كيف؟ ابدأ بهذه وهذه، هذه أول شيء تبدأ فيها الاثنين هذه، تمام؟ لأنها بيعطيك نقاط، يعطيك حدود 6 تقريبا، 6 و6 12 نقطة هذه. بعدين هذا الأونلاين هذه،
هذا بكيفك يعني، مو بجبارية يعني، هذا ما مملة صراحة. بعدين هذا التصوير، بعدين اللي هو هذه قد علمتكم وين مكانها، والأربع تحديات هذه، هذه موجودة في كل يعني معاك لين نهاية الشهر. نهاية الشهر راح تتغير، فأربع نقاط لا تضيعها عليك. أهم شيء إنك ما تصدم ولا تسوي عادة ولا شيء، يعني العب طبيعي ليه توصل النهاية، مو شرط إنك تجيبه بأقل من دقيقة، مو معطيك دقائق كثيرة. طيب وبس كذا ننهي مقطعنا اليوم، وإن شاء الله بإذن الله الشهر الجاي ينزلون سيارات أفضل وأفضل، مثل السوناتا، مثل الأزيرة، مثل يعني يشكلون يعني تشكيل. وسلم لكم.